يقول انتشر مقطع فيديو أحد الشباب يسقي الثعبان ماء في البر، هل هذا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه نعم، ثعبان من الفواسق، هذا يجب قتله. يسقيه ماء يعني مو كل شيء يعني عمل خير يعني يظن الإنسان. أعطيكم مثال الآن، أنا أذكر هذه الحادثة أيام الشيخنا الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين، وقعت سأل سؤالا، قال لو أن إنسانا قتل شخصا، قاتل أن قتل واحد، قال لنا ما حكمه قتل عمد؟ قلنا القصاص، يقتل قصاصا. قال صح. قال طيب، هذا القاتل ذهب إلى أهل المقتول وبذل لهم بعض المال زين، وقال لهم سامحوني وفرعوا، هو غني عنده خير ميسور الحال، أعطاهم مبلغ مغري فتنازلوا، ماذا يجب على القاضي أن يفعل؟ قلنا بس تنازلوا خلاص، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، خلاص يتنازلون يسقط القصاص. قال صح. هذا القاتل بعد فترة قتل واحد ثاني وأيضا راح حق أهل المقتول وهم قتل عمد، وذهب لأهل المقتول وأيضا عطاهم مبلغ من المال، قال أسامحوني أسامحوه، ماذا يجب على القاضي؟ قلنا الحق لهم، هم أهل الدم، طالما أن تنازل. قال لا غلط. قلنا لماذا؟ قال هذا تحول من مجرد قاتل إلى مفسد في الأرض، هذا تحول من مجرد قاتل إلى مفسد في الأرض، هذا الآن مفسد في الأرض وسيتخذ عادة، سيقتل واحد وثم بعد ذلك يدفع أموال مغرية لأهله. هنا يقول يجب على القاضي أن يقتله تعزيرا لا قصاصا، يقول ماشي أنت ما عليك قصاص، لأن أهل القاتل أهل المقاتيل شنو هم لهم الحق وهم تنازلوا، ما عليك قصاص، لكن أنا أقتلك تعزير، أنت مفسد في الأرض، أنت إنسان مستهتر، فيقتله من باب التعزير لا من باب القصاص. ويعني مو كل شيء ندخل فيه الرحمة وكذا، بعض يقول ما قطع إيده لأن أرحمه وكذا، كلام فاضي غير صحيح أبدا. وهذه الفواسق الخمس أمر النساء أن تقتل في الحل والحرم، حتى في الحرم تقتل. هذا يأتي يسقي الثعبان مال، غير صحيح هذا الكلام أبدا، فهذا الكلام غلط، أن إنسان يسقي الثعبان ماء من باب أن يعني رحمة في قلبي، لا، هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.